احذر إن صح تعبيري، احذر من لصوص رمضان. لصوص رمضان احذر منها. ما هي؟ الفيسبوك، التويتر، الواتساب، هذه تقضي على الأعمار، هي لصوص للزمن، وبالأخص في رمضان. إن شئت أن تتصفح فلا جناح، خذ ساعة من الليل، خذ ساعة من النهار، ترى أنها ساعة استرخاء لا تنتفع بها، تتصفح ساعة واحدة ولا تزد على ذلك، حتى لا يذهب عمرك